اعتقالي من اعتقالي من بمعمر والعسكري بمعمر في التنفيذ يضيع بالفعل لاعب شاب التقاء والحكم يأمر بإعادة تنفيذ الضربة الترجيحية ولا نعم الكرة تسدد وهدف لفريق المغرب الفاسي هدف لفريق المغرب الفاسي 3-2 هنا الإعادة الكرة لعبت وعادت لطرف الحارس خالد العسكري يعني قلت هذه مباراة غريبة نعم غريبة عادة المرمى كان يظن أن الكرة خرجت لكن ما خرجتش ما خرجتش 3-2 لفريق المغرب الفاسي أغرب كرة تابعتها في العشر سنوات الأخيرة في الضربات الترجيحية أغرب كرة في الضربات الترجيحية نعم 3-2 لفريق المغرب الفاسي الجيش الملكي ضغط المباراة مجددا ضغط المباراة كم هو محظوظ